دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الفرحة أبراج، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله بالأخبار الممتازة والأخبار الإيجابية. هو آخر أسبوع من أكتوبر، هو عنا الفلوس، عنا لحكاية المزينة والحب الكبير للحمل الناري. أنت من بين الأكثر الأبراج حظ مع آخر أسبوع من الشهر الحالي. الثور، ابعدوا على الضغوطات النفسية، حاولوا تصلحوا من رواحكم وبالوقت ترجع هيك الطاقة الحلوة تنور حياتكم. الجوزة، إذا عندك أي حاجة مقلقتك ما فيها بيس كان تحكي وتخرج، ابعدوا على نفق القلق وردوا بالكم لتضيعوا الوقت. السرطان، قرارات حلوة فما أخبار جديدة تخص وضعيتك العاطفية. الأسد، الماضي مشي وماذا بيكم كان تخزروا القدام وتتأقلموا مع الأوضاع، والأكيد راكم ما تلقاوا كان الخير. العذراء، من أحلى الأيامات هي أيامات ممتازين بالنسبة ليكم، راكم باش تعيشوا الراحة، راكم باش تعيشوا استقرار، والأكيد الفرحة من نصيبكم. نتعدي والبرج الميزان، في طاقات إيجابية، أخبار سعيدة، هي أجواء ممتازة في نهار اليوم، واستنى سفرة ليومات الداخلة، راهو آخر شهرين من العام الحالي تتبدل المعطيات بالنسبة ديكم. واليوم بالذات مولود اليوم من برج العقرب، بفضلك ابعدوا شوية على الاندفاع والتوتر، خليكم عقلانيين والأكيد تحقوا اللي تحبوه. والقوس، شوية رزانة من غير تسرع ومن غير شك مفرط، يفضلكم أبراج. اللي جدي، من أحلى الفترات من نواحي الكل، خاصة هوني نحكيه من ناحية الشخصية، فما نحكيه زيدة على العلاقات العاطفية، العلاقة العاطفية اللي عايشها توا، فما استقرار كلي، ما فماش مشاكل، فما كان الأخبار الزينة والإيجابية. والدلو، فترة ممتازة، كيف كيف زيدة عنا شهر نوفمبر، نحكيه على نوفمبر 2024 للحظوظ المالية. ونختمه مع حوتنا، برج الحوت، نتيجة إيجابية، فترة كلها خير، وتودع زيدة هيك الطاقات السلبية. دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.